نادي غريب عجيب. نوتنغهام فورست هذا النادي تأسس عام 1865، يعني من أقدم الأندية حول العالم، أقدم من الكالتشو والليغا نفسها. اسم فورست يعني الغابة، من كذي نشوف شعاره يعبر عن شجرة. الغريب في الموضوع أن هذا النادي عنده لقبين دوري الأبطال، لقبين حالة حال يوفنتوس والكثير من الأندية اللي لا تزال تدفع الملايين لحصد هذا اللقب. والأعجب من ذلك أنه قدر يحقق لقبين تشامبيونز، بس ما قدر يحقق إلا لقب واحد في الدوري.